كن شجاعا يا جارد، يمكنك فعلها. لا أحد يراني، إنها فرصتي. حلوة شهية. كلا، لقد انزلقت من يدي. حان وقت السباحة. واو، ما هذا؟ أو مقرف، هذا براز. أوبس. أوه، كما أعشقك يا حلوياتي. هولا، إنها تفتش الطلاب. أظن أنها تستخدم عصا سحرية تكشف الأكل. لا، حلواي الجلي. ماذا سأفعل الآن؟ لا يمكنني التخلي عن حلوياتي. يجب أن أخفيها في مكان لن تصل إليه. ربما سيتسع لها حذائي. سأضعها كلها تحت بلوزتي. كل هذه الخطط فاشلة. هذه الكتب ثقيلة. لا، الكرة الأرضية. هل انكسرت؟ ماذا سأفعل؟ ابقي هنا أيتها الكرة الأرضية. سأعود حالا. مهلا، يكمن الحل في هذه الكرة الأرضية. حسناً، ستأتين معي. مرحباً يا معلمة، أنا مستعدة للحصة. يجب أن أفتشك أولاً. أمل ألا تكشفني. يبدو أنك لا تحملين أي أكل. يمكنك الدخول. إحضار هذه الكرة الأرضية فكرة جيدة. هل استدارت المعلمة؟ سأفتح الكرة الأرضية وأخذ حبة. سأغلقها بكل سهولة. هجل، أنا أعشق هذه الحلوى. تحتاج إلى تصبيرة. إنها لا تنظر إلي. هذه فرصتي. ما هذا الصوت؟ هلا هلا هلا، أجل، لدي حلوى. ماذا؟ هذا مخالف للقوانين. لا أصدق أنك تجرأتي. أعطني إياها. حان وقت الطباشير. يبدو أنها لا تحب الحلويات. يا للهول، ما الذي تفعله؟ هل تأكل الطباشير؟ هل أنت مصدومة؟ سأشاركك سرا. أحضرت عصا بسكويت وغرست المارشميلو فيها. يمكن لهذه العصا حمل أكثر من حبة. 4 حبات مارشميلو. سأضعها في العلبة. تبدو مثل طباشير عادية. هل تريدين حبة؟ واو، شكرا جزيلا، هذه فكرة ذكية. يا إلهي، وقعت قطعة الطباشير الصغيرة. تبان، أحتاج قطعة جديدة. كانت تلك آخر حبة. ماذا سأفعل الآن؟ ما هذا؟ لديك طبشورة؟ هذا عظيم. ماذا؟ لا، إنها لي. بسرعة سأكلها كلها. يا للهول، لابد أنها تتضور جوعا. يجب أن أنقذها. خذي، كلي لوحة الشوكولاتة. كشافة هنا ليدعي الواجب. أنا مستعدة للرحلة للحصول على وسام الاستحقاق. والآن لم تحضري أي وجبات خفيفة، أليس كذلك؟ كلا، لا أحمل شيئا منها كما ينص القانون. أنا متحمسة للرحلة. حسناً، سعيدة بسماع هذا. توقفي هنا وأعطيني هذا الشاي. لا يمكنك الحصول على الحلوى خاصتي. هيا، أعطيني إياها حالاً. عودي إلى الحافلة. لا أصدق أنك ستتناولين الطعام على متنها. قد أخذت مصاصتي العملاقة، كنت أريد تناولها. مرحباً سيدتي، هل هذه الحافلة للرحلة؟ أنا متحمسة جداً للحصول على وسام اصطياد الحشرات، لكنها لا تعلم أنني خططت للمستقبل. صحيح، أعددت بعض البسكويت وزينته لهذه الرحلة خصيصاً، ثم احتجت إلى شراب الجلوكوز ليكون كالغراء الصالح للأكل. احتجت بعد ذلك إلى دبوس. سألصقه على البسكويت وأنتظر إلى أن يجف. تدا، صنعت وسام استحقاق من البسكويت. لن تحاولي تناول الطعام خلصة، أليس كذلك؟ بالطبع، يبدو كل شيء على ما يرام. يمكنك الدخول إلى الحافلة. لا أصدق أنها صادرت مصاصتي بهذا الشكل. كيف حالك؟ أنا متحمسة لهذه الرحلة كثيرا. وماذا عنك؟ متحمسة جدا، وأعتقد أني بحاجة إلى وجبة خفيفة لاستعادة طاقتي. هل يمكنني تناول واحدة أيضا؟ أنا جائعة جدا كما ترين. بالطبع يمكنك، أحضرت المزيد منها لمشاركتها. شكرا جزيلا، لقد غير هذا مزاجي تماما. إنها بسكويتة شهية فعلا. مرحبا، هل يمكنني الدخول؟ كلا، ألا ترين الإشارة؟ الطعام ممنوع. هل تمزح؟ ألا يمكن أن نكون استثناء؟ مهلا، لحظة، تبدو رائعة ورشيقة. لابد أنها ستفوز بهذه المباراة.
أريد أن أكون مثلها. هاي، هل ستدعوني أدخل؟ طبعاً طبعاً. خطرت لي فكرة رائعة، سأعود حالاً. أحضرت قفازات الملاكمة هذا، والآن لدي بعض المارشميلو، سأبدأ بصفها فوق القفازين. هكذا، رائع، الكثير من المارشميلو. هاي، حضرت هنا من أجل المباراة، دعني أدخل. أين المتدربة؟ هاي، ها هي، ماذا تفعلين هنا؟ انظري إلى الوقت. أنت، دعها تدخل، توقف عن تأخيرنا. حسناً، كلاكما عند الزاويتين؟ جيد، اقتربنا. هل أنتما مستعدتان؟ قتال. ما لما الآن أظن أن هناك خطر ما. خذي إليك لقمة من هذا. هذا شهي. كي، حسناً، هيا. ماذا تفعلين؟ توقفي عن تناول قفازات الملاكمة. أعرف أني بارعة في وضع طلاء الأظافر. الحارسة. حسناً، وقت التفتيش يا فتيات. ماذا لدينا اليوم؟ ولا شيء، لا شيء بحوزتي. لا أثق بك أبداً. وجدت، ليس لديك شيء؟ وما هذا كله؟ أهلاً بالحلوى. لا يمكنك خداعي يا فتاة. هل هذا مايونيز فعلاً؟ بالطبع. حسناً، جيد، لا مزيد من الحلوى. لن أكون لطيفة معك المرة القادمة، سأعود غداً. أوه، حارسة بغيضة، صدقت حقاً أن هذا مايونيز. تدعى مدينة الحلوى، ماذا كنت سأفعل بدونك؟ بصحتي. يا لها من حلوى شهية، أنا عبقرية. كان المجيء للرقص فكرة رائعة. هل إنها أحمر الشفاه؟ لحسن الحظ أني مستعدة، فأنا لا أعرف متى سأحتاجه. أهلا بك. جميل جدا، لقد ذكرتني. لدي بعض المكياج ايضا، اترين؟ لكن مكياجي مختلف قليلا. كنت انسى. لذيذ، كيف اكلت يا نايومي؟ لا تقلقي، انه من الحلوى، اترين؟ واو، هذا مذهل. هل تظن تلك الفتاة انها ذكية؟ أنت يا فتاة الحلوى؟ مرحباً. إنه أحمر شفاه، لا تمعن النظر. يبدو أحمر اللون، جميل وكريمي. المزيد من التدقيق، رائع، يجب أن أتحقق من جزياته. إنه منسق أغاني غريب. حسناً، جيد، شكراً. ليس ذكياً بما يكفي، ها؟ تذوقي. إنه شهي فعلاً. لقد طال انتظاري للطبيبة. يا له من يوم. هل ينتظرني كل هؤلاء؟ أيتها الطبيبة، من التالي؟ اختاريني أنا أرجوك. سأختار. أوه، نسيت كوب الماء في مكان ما، يجب أن أحافظ على ارتواء جسمي. ماذا الاستهزاء؟ من التالي؟ هل تمانعون لو دخلت أولا؟ شكرا لكم. سأتولى الأمر، لا تقلقوا. هكذا، مسكينة. كما في كل مرة. مرحبا أيتها الطبيبة. أهلا، دخلت لوحدي، هل هناك معنى؟ جئت لمساعدتك. سترين بعد قليل،
لا شيء كما يبدو. لابد أنك جائعة هنا. فحضرت لك أشياء شهية والكثير من الحلوى فوق رأسي أيضا. هذه مكافأتي لدخول الطب. انظري، هذه أنا. شكرا يا فتاة، سأعد بعض القهوة أيضا. أحب اليوم. واو، انظروا إلى عضلات بطن تينا، كيف تمكنت من الحصول عليها؟ نعم، تمرنت كثيرا حتى حصلت عليها. تمرنت 100 مرة في اليوم لتقوية عضلات البطن. مظهرها جميل حتما. واو، كيف حصلت عليها؟ بالكاد يمكنني حمل هذه الأثقال الخفيفة. وما الفائدة على أي حال؟ محكوم علي البقاء سمينة للأبد. هذا غير مجزٍ حقا. كيف حصلت على هذا المظهر المثالي؟ هذا ليس عدلا. لا يهم، أراهن أنها لا تتناول الوجبات الخفيفة مثلي، لكن لا أستطيع العيش دون تناول الشوكولاتة. مهلا، وجدتها. هل تحبون مكعبات الشوكولاتة هذا؟ سنضع شريطاً لاصقاً مزدوجاً على الجزء الخلفي منها ونلصقها على البطن مباشرة. عندما نخفض البلوزة سنحصل على عضلات البطن الستة. هاي، هل تظنين أن تماريني فعالة؟ سأعتبر هذا نعم. سأذهب لممارسة بعض التمارين. كما تريدين، أفضل تناول الشوكولاتة. أصبح لدي فجأة تقدير للتمارين الرياضية. أوف، أشعر بالعطش الشديد. أو أين أهل هذا الصبي؟ إعلان، المأكولات والمشروبات ممنوعة. سأصادر أي غرض يخالف القوانين. يا للهول، لكني فتحت زجاجة للتو. أريد أمي. انظر، انظر إلى البالونات، أليست رائعة؟ مهلا، بالونات، وجدتها. يا لي من عبقرية. أيها الصبي، هل تريد اللعب معي؟ أحسنت، هذا أفضل بكثير من البكاء. سأحضرها. إنها فرصتي، أحتاج واحدة من هذه البالونات. ها هي، يجب أن أفكها. أوه، هذا هواء كثير. حسناً، حان وقت تنفيذ خطتي. سأكون حريصة عند سكب الكولا. يا للروعة، الخطة ناجحة. الكولا تملأ البالونة. انتهيت، حان وقت ربط البالون حتى لا تنسكب الكولا. حان وقت الخطوة التالية. واو، زدت 4 مقاسات. هذا مضحك وممتع. حان وقت صعود الطائرة. أين ذهبت الآنسة؟ هذا ظلم. طعمه لذيذ. أهلاً، تفضلي جواز سفري وتذكرتي. حسناً، يبدو كل شيء جيداً. اصعدي الطائرة. يا للهول، حجمها هائل. المعذرة، أحاول الوصول إلى مقعدي. أوه، مرحى، مقعد بجوار النافذة. حان وقت بعض الكولا. طعمها منعش. أنا ذكية. توقف مكانك، أنا قادم. يا آنسة. أوف، ألا تعرف من أنا؟ توقفي. أنا؟ لم تحضري طعاما معك، صحيح؟ لا أحد يملي أوامره علي. هل عرفتني الآن؟ واو، أنا على الحائط أيضا. إذن هل معك أكل؟ ارفعي ذراعيك، هيا لنرى. هنا كل شيء تمام. I'm the bad guy. ظننت أني لن أدخل أبدا. سأخلع هذا الشيء.
ماذا؟ لحظة، لم تكن مغنية مشهورة. المفضلة لدي. أوه يا لي من ذكية. كيف سأخفي كل هذه الحلويات؟ لن تكفيها جيوبي، لن أتجاوز الأمن. كلا، سأهلك لا محالة. إلا إذا نسيت أمر هذين الجيبين. أوف، توقف، هل معك أكل؟ دعني أتحقق منك. ها، ما هذا؟ بنطال منفوخ؟ طيب، سعيدة؟ كشفتني. ماذا سأفعل الآن؟ مهلاً، قد تكون هذه الإجابة. أحضر وعاءً متوسط الحجم واملأه بحلويات، ثم ضعه تحت بنطالك. توقف، دعني أفتشك. لا شيء. شكراً. يا للهول، لا يمكن أن أنسى هذا المظهر. مرحى، نجحت. يا لها من نهاية سعيدة. ماذا؟ يا إلهي، لنذهب إليه. أهلاً، من يريد شوكولاتة؟ هذه أفضل ليلة في حياتي. هيا، من التالي؟ ها هي بطاقات الصعود إلى الطائرة. يبدو كل شيء كما يجب، لكن دعوني أرى فقط. تمام، عظيم، استمتعوا برحلتكم. انظروا إليها. مرحبا يا شباب، أعذروني، يجب أن ألحق بالطائرة. إليك تصريح صعودي. ماذا؟ هل تمزح؟ لا تنظر إليها، يمكنك النظر لي فقط. يا إلهي، أنا آسف، لم أقصد أن ألمسك. افسح الطريق. هاي، يبدو هذا غريبا، صح؟ لا، أعتقد أني فقدت نصف أردافي. آمل أن أحدا لم ينتبه. سأجلس هنا بهدوء. انظروا إليها، هل هذا حقيقي؟ مرحبا، آمل أن يكون هذا المقعد صغيرا. ماذا تفعلين في الخلف؟ أتناول بعض الطعام، أتريدين القليل من الحلوى؟ تبا، لن تصدقي هذا. أحضرت أيضا وعاء وجبات خفيفة، حرقت طعاما على متن الطائرة. مذهل، الأذكياء يفكرون مثل بعض. حسنا، يبدو المكان آمنا. افتحها بسرعة قبل أن يقبض عليك. تعلم بأني قادرة على رؤية ما تفعل، صحيح؟ أعطني إياها. هاي، خطرت لي فكرة رائعة. معك حق، ما حاجتنا للسحر بوجود مصاصات الشرب. سأدخلها في بعضها البعض. انتهيت من أول اثنتين وسأكرر ذلك للبقية. رائع، إنها طويلة جدا، لكن يجب أن أمدها أكثر. أبعد بقليل. لقد نجح، لا أصدق ما أراه. هذا رائع فعلا، أليس كذلك؟ لكني أشعر بالجوع نوعا ما، تصدر معدتي الأصوات بلا هوادة. هاي، انظري لهذا. تنبأت بأني جائعة، أعتذر عن ذلك. مهلا، أظن أن الحل عندي. تادا، شوكولاتة أخفيتها في كمي. مستحيل، أنت بطلي. واو، يبدو بأني أتنبأ بشيء الآن.
هذان نحن نأكل الشوكولاتة. أو لا، يقبض علينا ونتحول. لا أريد أن أصبح سنجابا. أخشى تسلق الأشجار، يجب أن أفكر بشيء ما. أنا أتضور جوعا. ها؟ يا ترى هل يمكننا؟ هاي، انظري لفكرتي. والآن نحتاج بعض السحر. ممتاز، إنه مناسب للجزء الخلفي من الهاتف. أرى الكثير من الشوكولاتة الشهية. سأتناول قطعة الآن. يا إلهي، شهية فعلا. هاي، ماذا يحدث هناك؟ أنتم الاثنان هل تأكلان هنا؟ كلا سيدي، هذا هاتفي وحافظة الهاتف ليس إلا. حسنا، نعود إلى درس التنبؤ. لا أصدق أن الحيلة نجحت. لنأكل المزيد منها. يجب أن يفعلوا هذا، آمل ذلك. هذا المكان رائع. يا فتيات، لا بأس بدخولكن، سهرة ممتعة. شكرا. ها؟ لا أعتقد ذلك يا أنستي. ما هذا؟ لا أحد فوق القانون يا طفلتي. لكني اشتريته للتو. يا للأسف. هاي، تلك اللحية، أعرف ما علي فعله. سيكون هذا أفضل، إنها في الكيس، أعني اللحية. ستصبح الأمور رهيبة. هيا بنا. مرحبا يا سيدي، ليس لدينا أي طعام أترى؟ عفوا، توقف عن التحديق بحبيبتي. هل ستسمح لنا بدخول أم ماذا؟ تفضلوا يا شباب. شكرا عزيزي. يجب أن يكون لدي واحدة كهذه. هل صدق الأمر؟ لقد أصبحنا بالداخل، وقت الاحتفال. أوه أجل، ها ها، الجو حار هنا. رقصة الرجل الآلي. أوف، يمكنني تناول جرعة من الطاقة. هل لديك فكرة؟ الإجابة أمامي مباشرة. أوه لا، ذابت كل الحلوى. إيه، هذا يعني أني لن أحصل على شيء. مذاقها رائع. أظن أن لكل شخص ذوقه. هل هذا قابل للأكل؟ أريد طعاما حقيقيا. الورديات الليلية مرهقة. بقي الكثير من الوقت. سأغمض عيني قليلا. حان وقت تنفيذ عملية الهرب. ستحصل السجينة على طعام. آمل أن تعجبها هذه الشوكولاتة. ها، بخفة القطط. الحارسة غارقة في النوم. يبدو أنها ترى كابوسا. بحذر، كان ذلك وشيكا. الساق الثانية. إلغاء الخطة، إلغاء. أين سأختبئ؟ يمكنني الاختباء هنا، إنه واسع في الواقع. ما الذي يحدث؟ أظن أني سمعت صوتا. الفأر. سأعود لغفوتي. لقد دخلت. منذ متى وهذا الشيء هنا؟ وصلت للطرف الآخر. شبكة عنكبوت، هذا المكان متسخ. من هناك؟ هذه أنا، يا للهول. غابي، أنا آسفة، حضرت محملة بالهدايا.
كلها لي؟ لنبدأ الوليمة. اشتقت للحلويات كثيراً. استمتعي بأكلها. أفتقد المراسلة بهاتفي، لكنها ستفي بالغرض. رحلة سعيدة. الرسالة تدور. كم هذا مقزز؟ أمسكتها. ماذا هنا؟ برجر، يدان تتوسلان، علامة تعجب. فهمت الرسالة. لا يمكنني حملها بيدي. التنبيه المدروس مهم. من الجيد أن شعري طويل. انتهيت. تبدو التسريحة جميلة. أنا جاهزة. أين هي؟ أخيراً أنا هنا. كل الأكل هنا، مفهوم؟ عادة ما تتذمرين من الشعر في أكلك. إنها طيبة. هل أوشكت على الانتهاء؟ أهلاً يا صابع الشوكولاتة. يبدو أنك أخذت كل البسكويت. ما لذ هذه الشوكولاتة؟ ليس بهذه السرعة. يمكنك الدخول. مرحباً. هل هناك مشكلة؟ هل تمزح معي؟ انظر إلى هذه الإشارات، إنها في كل مكان. الطعام ممنوع. ظننتها مزحة. إذن لا يمكنني إدخال طعامي اللذيذ. حسناً، إن وضعته بهذا الشكل. كلا، أنت لئيمة. أنا أؤدي عملي فحسب. أعتقد أنني بحاجة إلى إشارة أخرى. هذا ظلم، إنها مجرد وجبات خفيفة. مهلاً، خطرت لي فكرة. يجب أن أجري اتصالاً. قد يؤلمك هذا. لحظة، هو إنه جارد. لا تتحرك. مرحباً. مستحيل. حقاً. حسناً، انتظري، قد تكونين بحاجة إلى هذا. لماذا؟ عصير حقنة. عصير حقنة. فهمت، شكراً لك. أريد فقط حلواً شهية. ها؟ حان وقت الدواء، حتماً سيعجبك. واو، مذهل. عميل آخر سعيد، أقصد مريض. يجب أن أذهب. شكراً يا عزيزتي. هكذا يكون الدواء الجيد. لنبدأ مهام عملنا اليوم. أوه، عفواً، قفي هناك. ممنوع الأكل والشرب بعد هذه النقطة. هذا أمر جدي للغاية. لكن هذا الرجل مر بكيس ضخم من الشيبس. أصغي إلي، أقول لك إن إدخال طعامي بعد هذه النقطة ممنوع. أدخلت تلك الفتاة سلة كاملة من الطعام. يجب أن تتركي أغراضك هنا. طيب، تمام، خذ هذا الشيبس. أوه، كان ذلك صعباً. لا يدرك الناس مدى جدية الأمر. حسناً، أنا مستعدة. وماذا عنك؟ أهلاً بكما في النادي الرياضي. انظروا إلى عضلاتي، هل أعجبتكم؟ هذا بفضل هذا الشيء. أوه، حسناً، لسنا بحاجة إلى هذا. حسناً، إذن يوماً سعيداً. اجلسي هنا. هل ينظر إلينا؟ كلا، إنه غير منتبه ولا يرانا. لنفتح هذا. انظري لكل هذه الحلوى. نحن عبقريتان، لا أصدق أننا أخفينا كل هذه الحلوى. لنتناول القليل. ماذا يحدث هنا؟ بسرعة، ضعي الغطاء، إنه ينظر إلينا. لابد أنهما تتناولان الحلوى. حسناً، يجب أن أفعل شيئاً. لدي خطة. سأتسلل إلى هناك بينما هما غير منتبهتين، وسأبدل الوعاءين. جيد، أحتاج إلى مكافأة الآن. سأتناول الحلوى. أوف، أنا جائعة جداً، بل أتضور جوعاً. وأنا أيضاً. حسناً، إذن الحل في العودة إلى الحلوى المخفية. جيد، المكان آمن، إنه لا ينظر إلى هنا. أنا متحمس لرؤية وجهيهما. هيا أيتها الحلوى الشهية، تعالي إلي. ما هذا؟ توقفي. لا، ما هذا الشيء؟ إنه في كل مكان. تبان؟ مستحيل، لا أصدق.
انظري إلى عضلاتي، إنها مذهلة. لست بحاجة حتى إلى رفع الأثقال. هذا أفضل يوم في حياتي. علم، أراك الليلة يا أمي. توقفي، أنت لا تحملين أي طعام؟ تماما كما توقعت، الطعام ممنوع. حسنا لا يهم، وداعا، لا أريد الدخول. أوه، هذا مؤلم. هلا، الحلوى خاصتي. دعيني أساعدك. مرحبا. أهلا، يعجبني شاربك. شكرا لك، إنه طبيعي والطعام ممنوع. أوه، هذا ظلم. أعتقد أن علي التقاطها من الأرض بمفردي. مهلا، خطرت لي فكرة رائعة. سأنزع جزء الشعيرات من فرشاة الشعر، ثم أضع الحلوى داخل الفرشاة وأعيد الشعيرات إلى المقبض لأحصل على مخبأ سري للحلوى. يجب أن يكون شعري بمظهر جميل. أنت مجددا؟ توقفي، أمل أنك لا تهربين الطعام ثانية. لن أفعل هذا إطلاقا. يمكنك الدخول إلى المسبح. شكرا لك. مرحبا، ماذا أعددت للعشاء يا أمي؟ لا أصدق أن علي فعل هذا لتناول القليل من الحلوى، لكني تغلبت على كل الحاقدين وحصلت على الحلوى التي أريدها. لذيذة. هذه المقاطع مضحكة. مرحبا، كيف الحال؟ هو يا للهول، سكبت قهوتي. المعذرة، أحتاج بعض المساعدة. هل يمكنك تنظيف هذه البقعة من فضلك؟ تنظيفها أنا؟ حسناً، سأمسحها بحذائي، هذا سيفي بالغرض. أظن أن مهمتي انتهت هنا. حقاً؟ من دخل الغرفة؟ إنها صديقتي. هجل، هذه أنا، وانظري ماذا أحضرت معي. أبعدي هذه الممسحة عن وجهي. لن أضع ممسحة على وجهك، انظري إنها حلوة. واو، هذا مذهل، كما أنت ذكية. إنها لذيذة. يجب أن أنهي تسجيل استلام هذه الفيتامينات. أوه، يبدو أني أحتاج للمزيد. إنه وقت تسلل النينجا. ما رأيك بهذه الفيتامينات؟ أنا أمزح، إنها حلوة. هدبت بعض حلوى الجيلي ثم سكبتها في شريط بلاستيكي. حرصت على عدم سكب أي قطرة، وبعد ملئها استخدمت القصدير لتغليف الشريط. ممتاز، لا تبدو مثل حلوى على الإطلاق. حان وقت التبديل السريع. ممتاز، سأختفي الآن. ها هو؟ هل هذا كل شيء؟ أظن ذلك. مرحبا، أحضرت لك شيئا. ماذا؟ المزيد من الفيتامينات؟ هيا، يجب أن تتناوليها الآن. تفضلي، تناوليها. هل طعمها مر؟ لا يهم، يجب أن تأخذيها لتتحسن صحتك. حسناً. أوه، إنها حلوة. أريد المزيد من الفيتامينات. حسناً، يبدو أنك تريدين أن تتحسن صحتك بسرعة. ارفع يديك. جيد، التالي. ماذا تظن نفسك فاعلاً؟ الطعام ممنوع. أو هيا، ماذا سأفعل؟ البركة أم رقائق البطاطس؟ مستحيل، سأغادر. هاو، ما مشكلته؟ لن أدخل هذه المسليات أم لا؟ ربما يمكنني الاستعانة بجمالي أو استخدام طوق السباحة هذا. أعتقد أنه سينجح. تضع الطوق بشكل مقلوب، ثم سأحتاج إلى شريط لاصق والحلوى المفضلة لدي. سألصق قطع الحلوى على الطوق باستخدام الشريط اللاصق. جميل، أليس كذلك؟ تصرفي بشكل طبيعي ولن يشك في شيء. توقفي هنا يا سيدتي، يجب أن أتحقق من عدم وجود أي طعام. آمل أن ينجح هذا. ولو كان هناك طعام فسأجده. لا، أشعر بحر شديد. كلا، لن أسمح بدخول هذا. هذه الدبابيس ممنوعة. أوه، هذا؟ أكيد، انظري إلي، إنه على شكل شطيرة برجر، وهذا يعذبني كثيرا. إنها مجرد إشارة، لكنها على شكل طعام، سأخذها. يمكنني الدخول الآن. هاو، إنه انفعالي. يمكنك الدخول الآن. قد ذهبت، كم هو جميل، سأحتفظ به. فعلتها،
يوم في المسبح والكثير من الحلوى الشهية. ماذا سأتناول أولاً؟ أستحق هذا. أو لا أريد المشاركة. مرحباً. ماذا عن هذه الحلوى؟ لن أسمح بدخولها. ما هذا القانون المزعج؟ إلى سلة المهملات. لم يكن هناك خيار آخر. ادخلي الآن. لا أريد رمي حلواي. جواربي. يمكنني الاستعانة بها. أستأذنك لدقائق. لن أتخلص من هذه الحلوى. كل ما أحتاج إليه هو بعض الشريط اللاصق. سألصق الحلوى فوقه مباشرة. بالطبع سأضعها بشكل استراتيجي. إنها جميلة أليس كذلك؟ توقفي. لا أحمل معي شيئا. أترين؟ لا أرى أي حلوى. ها؟ هذه الجوارب. جميلة جداً. أوه أشكرك. هيا أدخلي. أنيقة جداً. ماذا فاتني؟ هل أنتن جائعات؟ لأنني أحضرت طعام. مبهر ها؟ هذا بفضل القليل من التفكير الإبداعي. هل تريدين واحدة؟ أوه هذا الحذاء مذهل. أوه هذه الضفادع سريعة. عذران لدي هدية. لم يحضر أحد الأزهار من قبل. ماذا؟ لا إنها لحبيبتي صاحبة الابتسامة الساحرة. أوه تقصد السجينة رقم 425؟ أخبريها بأني اشتقت إليها. سأقبلها يوما ما. قد مللت. ماذا أحضر الحارس؟ باقة أزهار؟ هل أنا يبدو هذا شبيها كثيرا ب... مرحبا عزيزتي. يا إلهي فيما تحدقين؟ هاي أحضر أحدهم هذه لك وقال بأنه يحبك وأشياء من هذا القبيل. يا ليتني رأيت حبيبي. هي هل هذه ملاحظة؟ أوه يحبني جيمس فعلا. أنا أحبك أيضا يا عزيزي. هذه الأزهار جميلة حقا. مهلا. رائحتها لا تشبه الأزهار. إنها باقة من الحلوى. يا للروعة. طرية جدا. يعرف هذا الفتى الطريق إلى قلبي. اهدأ يا صاح لدي تذكرة. مشاهدة ممتعة. مرحبا اسمعني من فضلك. السكاكر ممنوعة. لست من وضع القوانين. لا يمكن إدخال هذه الأشياء إلى هنا. أوه ماذا؟ عظيم أمسكي هذه. كل ما نحتاج إليه يد إضافية. أين حصلت على هذه؟ مزيفة؟ هذا عبقري. هل يمكنني ملؤها بالحلوى؟ تأكدي من ثباتها في الداخل. ثابتة بإحكام صح؟ والآن الموضع المثالي. جميل تبدو طبيعية لا تقلقي. هاي أتريدين أن ينجح هذا أم لا؟ هل يمكننا الدخول الآن من فضلك؟ عظيم لا تملكني أي حلوى صحيح؟ من الأفضل ألا تخفي شيئا. أوه لا لم أرها. شكرا يا حارس الأمن. لا أستطيع النوم. وجدت ما قد يساعدني. وقت التسلل.
يبدو المكان آمناً. من الأفضل أن أسير على رؤوس أصابعي بهدوء. أهلا. كلا، قلت أريد قطاعة العشب الكبيرة. أوف، كان ذلك وشيكاً. شبح المطبخ. اهدئي، انظري للحلوى، إنها هنا. وماذا تفعلان أنتما الاثنان؟ كانت فكرته، أقسم لكما. هاي، توقفي هنا. ما الذي تحملينه بيديك؟ يمنع إدخال الطعام والشراب. لكن صديقتي تشتاق للوجبات الخفيفة. انظري لهذه الإشارات، يريد الناس دائماً كسر القوانين. ماذا سأفعل الآن بكل هذه الوجبات الخفيفة؟ وجدتها، سأتناولها جميعاً. لا تفوح في الوجبات الخفيفة، طريقة تقليدية للتضليل. أحتاج الآن للسير بطريقة طبيعية وأنا أرتدي. حاضراً. مرحباً، أتيت لزيارة صديقتي. عظيم، تفضلي. ما لم يكن معك أي طعام؟ أولا، الحلوى. وجبات خفيفة، كنت أعرف أنه لا يوثق بك. ليس بهذا المعطف المثير للشبهات. أخرجي، تعرفين القوانين. أواجه يومياً هذا النوع من الأشخاص. سأمشي على رؤوس أصابعي بهدوء قدر الإمكان. لا أرى أي حراس آخرين، وطبيبة نائمة أثناء العمل. تمام، يبدو الطريق آمناً. ما هذا؟ إنذار على الباب. ماذا؟ ماذا يحدث؟ لمن طلق الإنذار؟ لم يخبرني أحد أن الأطباء يتولون الكثير من الأعمال المكتبية. مرحباً، أنا هنا لزيارة صديقتي. رائع، أنت ممتلئة. تفضلي. شكراً جزيلاً. انظروا إلي. لا يهم. فيو، وأخيراً نجحت. كيف حالك؟ اشتقت إليك. واو، ماذا حدث لك؟ تبدين بجسم ضخم. مهلا، لحظة، انظري لهذا. ملأت حملة صدري بالكثير من الحلوى. يا إلهي، مستحيل، أعطني إياها. حاضر، تفضلي. ولا تقلقي، أحضرت الكثير منها، حتى أني أحضرت كيسا كبيرا من الشيبس. أفضل صديقة، كنت أشتهي هذا الطعام. شكرا لك. بالطبع، يجب أن أذهب، لكني سأعود لاحقا. شكرا مجددا على الطعام. واو، عرض الأزياء هذا رائع. عظيم، لا يراني أحد. سأمنح نفسي مكافأة صغيرة. من أين جئت بهذا الكرواسون؟ أتذور جوعا، لم أكل شيئا منذ ساعات. لا، يجب أن أخفي هذا. القليل من البودرة هنا فقط. لنرى، ربما هذا. أجل، هذا جميل. وماذا يحدث هنا؟ ما هذا؟ فتات، تناول أحدهم الطعام. لقد أدخلتن الطعام إلى هنا، طعام بجوار أزيائي. ما هذه المخبوزات المقرفة؟ سأقول لك ما تكون. قمامة. ماذا عنك؟ هل تخفين شيئا؟ لا؟ طيب، أفارم عليك، على ما أظن. وأخيرا ذهبت، لأني جائعة فعلا وبحاجة إلى الطعام. هل تأكلين المكياج؟ مقرف. انظري، إنه ليس مكياجا نهائيا، سترين. أحضرت قطعة حلوى مربعة بهذا الشكل، ثم أزلت عنها ورق التغليف، وبعدها كانت الخطوة التالية سهلة. بدأت بتشكيلها بيدي، دورتها حتى أصبحت لينة، وبعدها عندما أصبحت بشكل كروي بسطتها، ثم أحضرت لوحة المكياج وأزلت منها الألوان.
وأصبحت الحلوى ملائمة تماماً للفجوات الفارغة من علبة المكياج. ملأت اللوحة بالكامل بقطع الحلوى هذه. إذن أرأيتي؟ إنها ليست من المكياج، جربي واحدة. أوه شكراً، شهية. كرروا معي: شهيق عميق وزفير. ضموا اليدين معاً وانحنوا للأمام. ومرة أخرى. مرة أخرى. هذا محرج، لا أصدق أني تأخرت. كان ذلك وشيكا. اعترضت طريقي ثانية. هذا الطريق سالك. ماذا الصوت؟ سأفرش بساطي هنا وسأكون جاهزة، لكن ما الأهم؟ وجباتي الخفيفة. هذا الجانب الخطأ. أمد ذراعي. ضموا اليدين. متى وصلت هنا؟ لا أصدق أنها لم تنتبه. إنها فرصتي. سأخذ حلوى بما أني هنا. بسرعة، لقمة على السريع. والآن مد ذراعين. لنصل إلى 100. هيا. أظن أني أستطيع. واصلي يا صوفيا. هل تريدين بناء عضلاتك أم لا؟ لا تفكري في التذمر. هيا. هل من الطبيعي أن أتعرق بهذا القدر؟ اقتربتي. أشعر أني أحتضر. حسناً، راحة لخمس دقائق. كان ذلك قاسياً. أخيراً سأروي عطشي. آسفة. مهلاً، هل هذا حديد؟ هناك حلواً في الطرف. هل يمكنني تذوقها؟ انتظري. هذه أروع مصاصة رأيتها في حياتي. سأبدأ من هذا الطرف. واو، يسيل اللعاب من فمي. إنها بنكهة التوت. إنه قادم. واو، أحسنتما. واصلة. أنا أحسب الوقت. الوسيلة المثالية لتهريب المصاصة. أجل، واصلة. أفضل تمرين في العالم. يعلم الجميع أن الزومبي الجائع زومبي حزين. أي نوع من الألوان هذا؟ لا أريد أن لم يكن أحمراً كالدم. هل تنظر إلي؟ حان وقت بعض المرح. أفكر في تدبير المقلب المثالي. ها قد جاءت. لا تتناول الطعام بسرعة. تمام، لن ترى هذا الشيء وهو قادم. صحة وعافية. هل وضعت فلفلا على الطعام؟ أعتقد أني هيا لازي. هل هذه عينك؟ يا لها من عصا قوية. أنا مرعوبة حقا. إنها مجرد عين يا تينا. تعالي يا صغيرتي، شديدة اللزوجة. أكره سقوط عيني. وأنت؟ يا إلهي، رائحتها شهية. هل أكلت عينك؟ أترغبون بتجربة هذه الحيلة بنفسكم؟ قصي بيضة مسلوقة إلى نصفين واستخدموا شيئاً كهذا لصنع الثقب. سيكون لديكم مجال لوضع حبة زيتون خضراء. ألصقوا الحبة في الفجوة واستخدموا مصاصة لوضع قطعة من حبة زيتون سوداء وثبتوها بأحكام في المكان الفارغ. استخدموا فرشاة وملونة طعام أحمر لتحديد بياض العين. وعند الانتهاء من صنع اثنتين منها، استخدموا الجيلاتين لتغطية العينين. تريدونها لزجة صحيح؟ أصبحت جاهزة. أتريدين معرفة شيء مضحك؟ هل هذه شبيهة بعيني؟ ماذا؟ حيلة أخرى من حيل الطعام.
جربيها. طيب، ليست سيئة. هل يمكنني إعداد المزيد منها؟ لقد وصلت إلى الفصل في الوقت المناسب. ظننت أنني سأتأخر. توقفي، ليس بهذه السرعة. أنت لا تحملين معك أي مستحضرات تجميل، أليس كذلك؟ لا أحمل أي من هذه الأشياء، لا أدري عما تتحدث. لا يوجد معك؟ ماذا يوجد في حقيبتك؟ أو لا شيء، بعض الأشياء التافهة. مهلاً، ما هذا؟ لقد خيبت ظني يا لازي، أعطيني هذا. لا أريد. حسناً، خذها. والبقية أيضاً. لست سعيدة بهذا. هذا كل شيء، ليس لدي المزيد، لقد أخذتها كلها. هل سقط شيء؟ لا، لا يوجد شيء هنا. أوه، أسلوبك فظيع. لا أصدق أنه أخذ مستحضرات التجميل خاصتي، لكنه لم يأخذها كلها. كان علي أن ينظر جيداً. يخفي حذائي سراً صغيراً. هذه حجرة مخفية لوضع مستحضرات التجميل. لقد وضعت هنا أحمر الشفاء. يعجبني هذا المنتج كثيراً. سأضعه باستخدام هذه الفرشاة. سأمرر الفرشاة على شفتي وسأحصل على مظهر رائع. هذا ما أحتاج إليه بالضبط. التمرين في الخارج متعب للغاية. يبذل جهدا متواضعا. رسالة، سأرد عليها. واصلنا ما تفعلنه. تمام، أظنه ذهب. ما يعني أن وقت الوجبات الخفيفة قد حان. جعت بشدة، لا يسعني الانتظار لتناول السنيكرز. أجل، إنها شهية. هذا أفضل شيء تناولته في حياتي. واو، إنها جائعة حقا. لا، لقد عاد إلى الصالة الرياضية. بسرعة، تظهري بأننا لم نتوقف عن التمرين. ما هذا الذي على وجهها؟ مستحيل. مخالفة. توقفنا عما كنتن تفعلنه في الحال. لنرى الآن أين الطعام. هاها، أنتِ، أعطني الحلوى، تعرفين القوانين. لا يمكنك خداعي. والآن ماذا عنك؟ عظيم، أحسنت باتباع القوانين، سأبارك هذا. لكني لن أكف عن مراقبتكما. هاي، لا تقلقي بشأن السنيكرز. انظري إلى بلوزتي، إنها ليست مجرد تصميم، لقد وضعت هنا حلوى حقيقية. واو، أنت بارعة في إخفاء الطعام. أعلم ذلك، رائع صح؟ مرحبا، تفضلي جواز السفر. عظيم، لكن دعيني ألقي عليك نظرة فاحصة. سأمرر أن تتمسحي طعامي على جسمك بشكل سريع. سلمي ما لديك، الماسح لا يخطئ أبدا. هذا ما فكرت به، محاولة إخفاء الطعام داخل الملابس. لنواصل عملية المسح، ما رأيك؟ لكني أشتهي تناول هذه المصاصة فيما بعد. يا لحظك سيء، يجب أن أصادرها. وسأخذ منك أيضا كل هذه المقرمشات والحلوى، حتى العلكة التي أمضغها. طيب، خذيها. تفضلي جواز سفرك، استمتعي بما تبقى من يومك. مرحبا، تفضلي جواز سفري. انظري لنفسك، أنت متألقة حقا. طيب، لن أدعك تقفين على قدميك، تفضلي بالمرور. سأجلس على أحد هذه المقاعد. هل يراني أحد؟ كلا، ممتاز، وقت الكشف عن الجنين. طعام يا صغير هنا. ملء الكرة بالمشروب الغازي فكرة رائعة. يمكنني أن أشرب كلما شعرت بالعطش ولن يلاحظ أحد. كرة جميلة. أعتقد كلا، إنها فكرة ذكية. انظري لما فعلت، أخفيت شرابي داخل هذه القطة. تبدو مجرد دمية، لكنها مليئة بالمشروب الغازي. يا إلهي، هذا مذهل، في غاية الذكاء. بصحتك. لا أحد هنا، أي أن الوقت حان لتناول الحلوى السرية. سأستمتع بمذاقها الشهي. هاي سنيكرز، هل يمكنني تناول القليل؟ كلا، ما زلت تضعين تقويم الأسنان. حسناً، لا بأس، انتبهي لأسنانك فقط. هل ذهبت؟ جيد، نجح فخ الحلوى. والآن سأتناول الشوكولاتة الحقيقية. أمي، لديك المزيد من الحلوى. إنها تشم رائحة الحلوى عن بعد. هيا، خذيها.
لن تتمكن من العثور علي هنا. أمي حلوة، مهلا، توقفي، هيا شاركيني الحلوة. أمي حسنا، أنا أعتقد أني أضعتها. يا إلهي، إنها ماكرة وسريعة. وأخيرا تمكنت من الهرب منها. لابد أنك تمزحين. كان مجرد حلم، أو هو أقرب للكابوس. ماذا لو كانت تختبئ في مكان ما هنا؟ إنها نائمة في سريرها. حان الوقت لتناول وجبتي ما بعد منتصف الليل. خس، سأخذ ورقة منه أيضا. سأكون أكثر ذكاء عن هذه المرة. هكذا لن ترى الحلوى أبدا. أنت جائعة؟ خذي. خس، لا أريد. نجحت، يمكنني أخيرا تناول الشوكولاتة. هذا ما أستحقه. حسنا، حان وقت تحريك ساقين وضخ الدم للجسم. ممتاز يا بنات، لنواصل تحريك أجسامنا. أمامنا نصف ساعة. ألا ترغبين في الحصول على جسم الأحلام؟ أن يلاحظ أني توقفت. للي، أنت تعرفين أن العلكة ممنوعة. يبدو أني كنت مخطئة. يمكنك استعادتها لاحقا. والآن سنشد منطقة الخصر. يجب أن أسرع هذه المرة. من الجيد أن معي كمية إضافية. هذا التمرين فعال. وها هي الفقاعة قادمة. إنها كرة تمرن، انظر. أظن أنك ألهمتني بفكرة. أحسنت يا لالي. وواحد، اثنان، ثلاثة، مرحة. أمسك الكرة وسددوا. هيا هيا هيا. أهلا، هل تريدين الحلوى؟ لا، ألا ترين اللافتة؟ الأكل ممنوع، هذه هي القواعد. سيسددون هدفاً. ما الذي لدينا هنا اليوم؟ يا ويلي، من يأكل كل هذه الحلوى؟ لا تتصلي بوالدي أرجوك. يا للهول، ضربتني بقوة. لكن خطرت لي فكرة ذكية. أجل، سأعود حالا. أحضر كرة سلة واقطعها بمشرف. هل ترى كل هذه المساحة الفارغة؟ املأها بالكامل. يمكنك وضع الكثير بالداخل. أحضرت كرتي، هل ترين؟ هل تشعرين بتحسن؟ ماذا؟ هذا مذهل. إنها حلواي المفضلة. أصبحت المباراة أكثر متعة الآن. أو لا، خبيها. نحن نتابع المباراة فحسب. حسنان، خطأ. حسنان، يوم جديد ونقود جديدة. لن أسمح بمرور أي قطعة من الحلوى. سأخذ عملي على محمل الجد. أريني بطاقتك. مشاهدة ممتعة. ها هي بطاقتي. شكراً. هاي، مهل اللحظة. هل هناك أي مشكلة؟ هل هذه حلوى؟ لا أعتقد أنك ستدخلين أيتها السيدة. هذا المكان خال من الحلوى. اذهبي من هنا. يا له من قانون غبي. وداعاً، أتيت لمشاهدة الفيلم. هل يراني؟ حان الوقت لتبديل ملابسي. هذا جميل جداً. يا لها من تنورة شهية. لقد صنعت إكسسوارات رائعة من قطع المارشميلو هذا. انظروا إلى هذا. مرحباً، لقد عدت وليس لدي أي قطعة حلوى. سأتحقق من ذلك. سألقي نظرة. مهلاً. مرحباً يا صاح. حلوى، غادري حالاً. ماذا؟ هل تمزح معي؟ لم ينتهي الأمر بعد. هيا. كنت على يقين بأن حيلتي ستنجح. لابد أن هناك شيء يمكنني فعله. مهلا، أعتقد أنه لدي فكرة. يمكنني استخدام رباط شعري. أعتقد أن هذا سينجح. أعني إن الأمر يستحق التجربة. ربما تنجح هذه الطريقة. مرحبا مجددا. توقفي،
أين الحلوى؟ أنت تعلمين أنني سأجدها، أليس كذلك؟ لا يوجد حلوى هذه المرة، صدقني لن أحلم حتى بذلك. هل هذا صحيح؟ سأرى. بالطبع لا أرى شيئاً. أترى؟ لقد قلت لك. حسناً، يبدو أن كل شيء على ما يرام، يمكنك الدخول. حقاً؟ أعني شكراً لك، سأدخل الآن. لا أصدق أن حيلتي قد نجحت، المكان آمن. لقد أحضرت كل الحلوى المفضلة لدي. ماذا تفعلين؟ لم أرى شيئاً. لا بأس، الأمر ليس كما تعتقد، إنها مجرد حلوى. تفضل، يمكنك تناول هذا. ماذا؟ هذا رائع، شكراً لك. من الرائع تناول الحلوى أثناء مشاهدة الفيلم. لم يكن الحارس يسمح بحدوث هذا، لكن لحسن الحظ أنا أذكى منه بكثير. طيب، حان وقت تمرين القرفصاء. هذا ممل بشدة، أريد وجبة خفيفة. تبدو هذه الدونات شهية، لذيذة وطازجة. ما تلك الرائحة؟ أشم رائحة مخبوزات وسكر. من أين جاءت هذه الدونات؟ حتما شممت رائحة شيء ما. أحسنت صنعا. كاد يمسك بي. لحسن الحظ أني أحضرت معي دونات ثانية، سأعود لتناول الطعام. هذه أشهى من الأولى. ما زلت أشم رائحة الدونات، وأنا متأكد من سماعي لصوت أحدهم يمضغ الطعام. اللعنة، راودته الشكوك ثانية. مستحيل، دونات ثانية. شكرا لطيور الدونات. هذا تمرين صعب. أشتاق للدونات. وكما ترون، إلى ماذا تنظرين؟ أنتم تتجاوزون القوانين، سلموا طعامكم حالا. ستقدمون اختبارا. أنتم من جلبتم هذا لأنفسكم عندما تناولتم الطعام في الفصل. هل بدأتم جميعا؟ حسنا، جيد. ما الذي تفعله؟ لا أصدق، إنها تتناول طعامنا المصادر. مهلا لحظة، أعتقد أنه خطرت لي فكرة عبقرية. معلمتي، هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ شكرا لك، سيكون هذا رائعا. أنا ذكية فعلا. حسنا، أصبحت خارج الفصل الآن وسأستخدم قدراتي. أصبحت الآن كالمديرة. حسنا، هيا. مرحبا، هل يقدمون اختبارا؟ يمكنني تولي الأمر. سيدتي، لم أرك، سيكون هذا رائعا. انظروا إلي جميعا من فضلكم. تدا، هذه أنا، وهذا هو الطعام الذي أخذته منا. خذوا، أمسكوا. هل تريدون هذه أيضا؟ أجل، أصبح هذا اليوم أفضل بكثير. قفي هنا، يمنع إدخال الطعام أو الشراب. لا يمكنك أخذ هذه. أجل، قلت لا، سأتناولها جميعا الآن. أترى؟ أنا أكلها كلها. لا، أليس هناك طريقة أخرى؟ لا يمكنني تناول كل هذه الأشياء إلا. من هذه؟ أظنها من نجوم الموسيقى، أنت تعرفها أليس كذلك؟ كيف حالك يا فتى؟ لا أعرف. إنها من ملوك الموسيقى، يجب أن تسمح لها بالدخول. أجل، انتظر. أترى؟ إنها هي. أعتقد أني أرى شبهاً ما. كيف حالك؟ أنت حقاً بالي؟ آسف للغاية لأني جعلتك تنتظرين. لا بأس. يا له من غبي، لا أصدق أن خطتي نجحت. سأحتفل طوال الليل يا شباب. لا حاجة لهذه. والآن سأتناول أشهى الوجبات، رقائق الجبن. مالحة بشدة، يجب أن أفعل هذا دائما.
يجب أن يفعلوا هذا، آمل ذلك. هذا المكان رائع. يا فتيات، لا بأس بدخولكن، سهرة ممتعة. شكرا. ها؟ لا أعتقد ذلك يا أنستي. ما هذا؟ لا أحد فوق القانون يا طفلتي، لكني اشتريته للتو. يا للأسف. هاي، تلك اللحية، أعرف ما علي فعله. سيكون هذا أفضل، إنها في الكيس، أعني اللحية. ستصبح الأمور رهيبة. هيا بنا. مرحبا يا سيدي، ليس لدينا أي طعام أترى؟ عفوا، توقف عن التحديق بحبيبتي، هل ستسمح لنا بدخول أم ماذا؟ تفضلوا يا شباب. شكرا عزيزي، يجب أن يكون لدي واحدة كهذه. هل صدق الأمر؟ لقد أصبحنا بالداخل، وقت الاحتفال. أوه أجل، ها ها، الجو حار هنا. رقصة الرجل الآلي. أوف، يمكنني تناول جرعة من الطاقة، ألديك فكرة؟ الإجابة أمامي مباشرة. أوه لا، ذابت كل الحلوى. إيه، هذا يعني أني لن أحصل على شيء. مذاقها رائع. أظن أن لكل شخص ذوقه. لنرى، هل وضعت كل شيء؟ جيد، ظننتها لن تغادر أبدا. هذا ما نريده، خزنة الحلوى الثمينة. أراهن أني أستطيع معرفة الشفرة. مرحى، أنت يا عينيك بهذا المنظر، لا أصدق أن هذا كله هنا. ما نوع هذه الحلوى؟ لا تأكل، لا نريدها. هذا ما أتحدث عنه بالضبط. حاضرا، ضعي الحلوى أيتها السارقة. كان تمرينا شاقا، أحتاج للراحة. أجل، انظروا إلى هذه الدونات، شهية. معنان، إنها ليست وجبة خفيفة مناسبة، ولدينا قوانين أيضا. الطعام ممنوع في صالة الألعاب الرياضية. هيا، ماذا سأفعل الآن؟ هل ذهبت؟ أو ماذا يحدث؟ ما مشكلتك؟ أنت جائعة؟ لدي الحل. انظري، ماذا؟ واو، لا أصدق، هذا مذهل. لا أصدق أنك أخفيت البرجر بهذه الطريقة. أتمنى أن كيفن هنا. هاي، توقف، يمنع الطعام أو الشرب. سأعرف إن كنتما تكذبان. هل هذا ضروري؟ لا أحد فوق القانون. ها، ما الذي تخفينه بتلك الحقيبة؟ ليس ما تفكر به. أعطني هذا. حلوى؟ بالطبع لا، ليس وأنا موجود. لا! أوه رائع، سأنقذك، أنا قادمة. الحلوى قادمة. لا، اسقطي بفمي. هذا أفضل. لنفحص الآن صديقتك، حتى الآن كل شيء على ما يرام. هذا مثير للأعصاب. تمام، كل شيء بخير هنا. أوف، لكن لا تحتفل بقوة، مفهوم؟ لقنتهما درسا بالفعل. ها، يا لها من بداية عاكرة لهذه السهرة. لا بأس، لا تبكين، جففي هذه الدموع. انظري لحذائي. ها، في الكعب، أترين؟ كيف خطرت لك هذه الفكرة؟ أنت عبقرية بإخفاء الحلوى. انظري لألوان قوس قزح هذه، هذا أروع شيء على الإطلاق. يا
حان الوقت لإخفاء حلويات شهية. سيكون هذا شريط سلاحاً سرياً. سأضع الشريط اللاصق على طول البطانية. تمام، حان وقت إخفاء الحلوى. أجل، أنا في غاية الذكاء. أوه، أحد قادم. يبدو أنه نائم. كم هو جميل كأمير صغير. ها؟ ما هذا؟ أمي أحبك، أنت أفضل أم. أوه، أنت لطيف للغاية. أوف، كادت تكشفني. طيب، أحلامك سعيدة. سأطفئ المصباح. هل ذهبت؟ أخيراً، حان وقت تناول الحلوى. أعطني الحلوى التي معك. ما هذا؟ وحش تحت السرير. سأختبئ تحت البطانية ولن يصل إلي. ها، من السهل خداعك. تينا، طيب، أتقنت الدور. إليك بعض الحلوى. واو، الكثير من حبيبات الحلوى. لا أصدق أني أخذتك لهذه الدرجة. واو، انظروا لكل هذه الحلوى. لا يمكنني الحصول عليها بيد الوحش هذه. تمام، لا بأس، خذي. ياي، حلوى شهية. أوه، هاي، تعالي واجلسي بجواري. هاي، شكرا لمجيئك لزيارتي. هل يمكنك أن تحضري لي شيئا لأشربه؟ انظري لهذا. لا أريد شرب ماء حوض السمك. سقي بي وزري بي. انظري، أحضرت أيضا مصاصات لنا. راقبي ما سأفعله. شهي جدا فعلا. لا تكوني جبانة. كلا، شكرا. صدقيني، انتظرت حتى نامت الطبيبة المناوبة، وعندما أصبح طريق آمنا نفذت خططي. تعلمين كم أنا بارعة في إخفاء الأشياء. صدقيني، لو كان إخفاء الأشياء رياضة أولمبية لفزت بالميدالية الذهبية. لكنها كانت نائمة ولم تلاحظني عندما أخذت وعاءها. كانت هناك لحظات عصيبة فعلا، لن أنكر، لكني حصلت على الوعاء وأخذته من المكتب. فقد تركت الأشياء الموجودة بداخلي على الطاولة، وبعدها كان الأمر كله متعلقاً بالتخفي. ولقد أخبرتك للتو كم أنا بارعة في ذلك. كان ذلك الجزء الأصعب، وكل شيء بعده كان سهلاً. وعندما عدت إلى هنا، أمسكت بزجاجة المشروب الغازي التي كنت أخفيها، وهي من نوع سبرايت المفضل لدي، لكنها تبدو أيضاً مثل الماء. فرغت الزجاجة بالكامل في الوعاء، ثم حان وقت الجزء الممتع، الديكور. واو، فعلت هذا كله من أجلي؟ بالطبع، لكني أريد أيضا مشاركتك السبرايت. لا شيء يضاهي تناول الوجبات الخفيفة أثناء مشاهدة فيلم جميل. حقا، لقد اشتريت هذه للتو. أنا هذا؟ لن ينفع تغيير الجو مع رجل أمن مخضرم. هيا يا فتيات، صديقنا هذا جدي للغاية. سأتولى الأمر يا ديفيد. أوامرك يا كبير. هل هؤلاء المخالفين للقواعد في منطقتي؟ دعونا لا نضيع المزيد من الوقت. نعم، هذا صحيح. هيا تابعي. لا يعلمون حقاً. هذا المدير ما هو سوى سيدة تهريب الوجبات. لا أصدق أنهم وقعوا في الفخ. حان وقت تناول الطعام يا أصدقاء. إن كنتم تودون معرفة المزيد من الطرق الرائعة لتناول الطعام خلصة، ابقوا أعينكم وشهيتكم مفتوحين.
ماذا؟ كنت جائعة حقا. عودي إلى هنا أيتها الخيوط، أريد اللعب معك. لا أعرف ما الذي جعلني أوافق على التعليم في مدرسة الخارقين. توقفي وأعطني هذه الخيوط. أتظنين أنك قادرة على خداعي؟ لست مضطرة إلى إخبارك بالقوانين مرة أخرى. الطعام ممنوع هنا. والآن عودي إلى الفصل. حسناً إذن انطلقي أيتها الخيوط. ينفع هذا دائماً مع الفتيات القطط. حسناً، هل أنتم مستعدون لدراسة الفيزياء وقوانين الجذب؟ هجل، أنا أحب الفيزياء، إنها المادة المفضلة لدي في المدرسة. مفاجأة، لدينا اختبار اليوم. يمكنكم البكاء قدر ما تشاءون، لكن ستؤدون الاختبار. كيف يمكنني تجاوز هذا الموقف؟ ربما أنا بحاجة إلى وجبة خفيفة لأتمكن من التفكير جيداً. ما الذي تفعله هذه الفتاة؟ هل تتناول شيئاً؟ كيف أدخلت الطعام إلى هنا؟ هي، أتريدين تناول القليل؟ بالطبع، أعتقد ذلك. سأخذ هذا الظفر، إنه من الشوكولاتة. أنا أحب الشوكولاتة، ستساعدني في أداء الاختبار. والآن انظروا لكرة الخيوط هذا، تبدو مذهلة. أعتقد أن علي مطاردتها. تعالي إلى هنا أيتها الخيوط. واو، ما الذي تفعله بهذه الخيوط؟ هي، هل يمكنني تناول القليل من أظافر الشوكولاتة؟ واو، شكرا جزيلا على المشاركة، إنها لذيذة فعلا، رغم أنها جعلتني متسخ قليلا. مهلا اللحظة، ما الذي يحدث؟ ماذا يفعلون؟ مهلا، ما الذي يحدث هنا؟ الكثير من الفوضى. توقفوا فورا عما تفعلونه. ماذا يحدث؟ لقد أخفناها. أعتقد أننا تجاوزنا الاختبار. انتظرت طوال اليوم لتناول هذا الطعام، طعام شهي. حصلت على المزيد من المسليات أيضا. حسناً، سأبدأ حيث توقفنا بالأمس. إذن افتحوا كتبكم على الفصل الخامس. لا أعرف ما حاجتنا إلى تعلم هذا. هي، انظري لهذا أيتها الفتاة النحلة. أجل، صوبت على الهدف. مذهل، أعترف بذلك، لكن شاهد هذا. وأخطأت الهدف. أعطني لحظة واحدة، سأخذ هذا هكذا. حسناً، لكن أراهن أنك لن تستطيع التغلب على هذا. سأزحف على السقف هكذا. حسناً، ها هو الطعام. والآن حصلت على وجبة خفيفة. سأخذ الصندوق كله. واو، لقد استحوذ على الطعام كله. جيد، بماذا أبدأ؟ أعتقد أني سأبدأ برقائق البطاطس. رائحتها شهية وطازجة. هي، ربما عليك نزع القناع أولاً. تباً، حسناً، ربما يمكنني تناول هذه السكاكر. هيا، ما فائدة هذه المسليات إن لم أتمكن من تناولها؟ مفاجأة، أحضرت لك هدية. هل أريد هذه الرقائق؟ خذيها. واو، شكراً لك. ماذا يحدث هنا؟ لا لا لا، الطعام ممنوع في الفصل. لا لا، هذا ليس طعامي، أقسم لك. حسناً، مهلاً، سلمي الطعام قبل أن تغادري. لا يهم، خذيه، فأنا لا أريده. لا أصدق أننا نجحنا، لقد عوقبت بدلاً منا. مرحباً. ماذا عن هذه الحلوى؟ لن أسمح بدخولها. ما هذا القانون المزعج؟ إلى سلة المهملات. لم يكن هناك خيار آخر. ادخلي الآن. لا أريد رمي حلواي، جواربي. يمكنني الاستعانة بها. أستأذنك لدقائق، لن أتخلص من هذه الحلوى. كل ما أحتاج إليه هو بعض الشريط اللاصق. سألصق الحلوى فوقه مباشرة. بالطبع، سأضعها بشكل استراتيجي. إنها جميلة، أليس كذلك؟ توقفي، لا أحمل معي شيئاً، أترين؟ لا أرى أي حلوى. هذه الجوارب. جميلة جدا. أشكرك. هيا ادخلي. أنيقة جدا. ماذا فاتني؟ هل أنتن جائعات؟ لأنني أحضرت طعام مبهر. هذا مقضي القليل من التفكير الإبداعي. هل تريدين واحدة؟ هذا الحذاء مذهل.
علم الأحياء ممل جداً. ما الحاجة لمعرفة هذه الأشياء؟ هل حان وقت الغداء؟ بطني يقرقر ويريد الحلوى. هاي! أنت على تقرأين القوانين؟ ليس في حصتي. حسناً، هذا ظلم، بإمكانك تمويهها. الحل في هذه الأقراط. مايومي، أعطيني أقراطك والجالية. أجل، لنحول هذه الوجبة الخفيفة إلى تحفة. تعلق جيداً أيها الفتاة. ضعي العدد الذي ترغبين به وستنتهين من فعل ذلك بسرعة. إنها جميلة فعلاً، أليس كذلك؟ استمتعي بتناولها. شكراً، إنها جميلة لدرجة تمنعني من أكلها. أنا أمزح. شهية، سأجربها. ما هذا؟ حسناً، ماذا كنت أقول؟ هي، هل يمكنني تذوقها؟ لماذا تعضين نايومي؟ هل هي زومبي؟ يجب أن أعرف. مرحباً، مقعد واحد من فضلك. لنرى. جيد، الطعام ممنوع. هل يوجد طعام بحوزتك؟ لا، أنا سأحكم بنفسي. هذا محظور تماماً، لا يمكن لشيء أن يتجاوزني أيها الفتاة. هذا اللؤم، لكنها ليست دقيقة الملاحظة. من كان يعلم أن الحقائب شهية هكذا؟ لم أعرف أني بارعة في وضع طلاء الأظافر. الحارسة. حسناً، وقت التفتيش يا فتيات. ماذا لدينا اليوم؟ ولا شيء، لا شيء بحوزتي. لا أثق بك أبداً. وجدت، ليس لديك شيء؟ وما هذا كله؟ أهلاً بالحلوى. لا يمكنك خداعي يا فتاة. هل هذا مايونيز فعلاً؟ بالطبع. حسناً، جيد، لا مزيد من الحلوى. لن أكون لطيفة معك المرة القادمة. سأعود غداً. حارسة بغيضة، صدقت حقاً أن هذا مايونيز. تدعى مدينة الحلوى، ماذا كنت سأفعل بدونك؟ بصحتي. يا لها من حلوى شهية، أنا عبقرية. يجب أن أحصل على الطعام. هل هذا طعام؟ مقرف، قمامة غبية خالية من الجيلاتين. ألا يوجد وجبة دموية هنا؟ لا. هل أنت بخير؟ أحتاج للطعام الآن. أنت متقلبة المزاج. أجل، يعجبك هذا؟ لا تأكليه، تمام؟ ما رأيك؟ شيء مالح إذن؟ توقفي عن الصراخ أرجوك. الجميع يحبون هذا. هل تمزحين معي؟ أنا أحاول حقا، تمام؟ أكيد، لماذا لم أفكر بهذا من قبل؟
أولاً سأسكب بعض الحليب في وعاء، ثم أضيف إليه الجيلاتين وأحركه بضمير، وعندما أنتهي أضيف القليل من ملون الطعام الوردي والبني، ثم أسكبه في كوب. سأستخدم القمعة لتجنب الفوضى، وأضع في الكوب مصاصة، وبعدها إلى الفريزر. والآن حان وقت الجزء الممتع وأسحقها، ثم أسكب الفتات في وعاء. أتذكرون تلك المصاصات؟ أصبحت الآن من الديدان الصالحة للأكل، تبدو حقيقية تماماً صح؟ أو ليزي، أما زلت جائعة؟ ديدان وما زالت حية أيضاً. كما أنها مغطاة بتربة طازجة، شهية فعلاً صح؟ أعتقد أننا لن نحتاج لشوكة طعام اليوم. واو، هذه لقمة كبيرة، جاءت في الوقت المناسب يا تينا. قف هنا سأفحص الكتب. ها ها، تعرفوا بأن الطعام ممنوع في الفصل، حتى أن هناك لافتات بهذا الشأن. تخلص من هذه الأطعمة حالا. سأعاين ما تخفي. لا، حلوياتي وطعامي. غبي، لا يمكنك إخفاؤها عن ساحر. هل أحولك إلى سمندل؟ هل هذا ما تريده؟ الأستاذ عصبي اليوم، لكني لا أريد رمي الحلوى. مهلا، وجدتها قبعتي. حسنا، سأحتاج لشريط لاصق مزدوج، سأثبته داخل القبعة. والآن سأضع حبات سنيكرز. يمكنني وضع الأربعة على الشريط، ولكن لماذا أكتفي بأربعة فقط؟ قفي مكانك، هل تخفين أي طعام؟ ماذا يوجد أسفل قبعتك؟ سأنزعها لأرى. لا أرى أي شيء. أهمل أن لا ينظر بداخلها. يبدو أنك بريئة. أخ منهم يظنون دائما بأنهم أذكى مني. لا أحد ينظر، هذه فرصتي. وقت التحلية. كم هي شهية، هذا ما أحتاجه بالضبط. يا إلهي، كيف أدخلتها إلى الفصل؟ هذا ليس عدلا. لقد طال انتظاري للطبيبة، يا له من يوم. هل ينتظرني كل هؤلاء؟ أيتها الطبيبة، من التالي؟ اختاريني أنا أرجوك. سأختار. نسيت كوب الماء في مكان ما، يجب أن أحافظ على ارتواء جسمي. ماذا الاستهزاء؟ من التالي؟ هل تمانعون لو دخلت أولا؟ شكرا لكم. سأتولى الأمر، لا تقلقوا. هكذا مسكينة. كما في كل مرة. مرحبا أيتها الطبيبة. أهلا، دخلت لوحدي، هل هناك معنى؟ جئت لمساعدتك. سترين بعد قليل. لا شيء كما يبدو. لابد أنك جائعة هنا. فحضرت لك أشياء شهية، والكثير من الحلوى فوق رأسي أيضا. هذه مكافأتي لدخول الطب. انظري، هذه أنا. شكرا يا فتاة، سأعد بعض القهوة أيضا. أحب اليوم. هذه العناصر محيرة، الكثير من الاختصارات. بطني تزقزق. أهلا، نسيت أن لدي بعض الشوكولاتة. تينا، ضعي هذا. لكني جائعة جدا.
طيب. أو لا تقلقي يا تينا، لدي ما يكفي لإطعامنا كحلوى الجالية. سنحضر أشكالا جميلة ونلصق عليها من الخلف شريطا لاصقا. نزيل الجزء الخلفي بهذه الطريقة ثم نلصقه على ربطة الشعر. أراهن أنك لم تدركي أنها حلوى، والآن عند الشعور بالجوع لن تكون هناك مشكلة. واو هذا رائع، هل يمكنني؟ هذه باسمي. بنات هل تتناولن الشعر بعضكن؟ ما الذي أراه؟ إنهن كالحيوانات. لا أعرف أبداً ما يحدث هذه الأيام. أنا جائعة جداً، لم أكن جائعة قط ولا حياتك هذا اليوم. واو ليس ما كنت أتمنى. ستعتادين علي يا عزيزتي. الشوفان مقرف. أفضل السكريات في الصباح والشوكولاتة بالحليب مشروبي المفضل. أمي خلفي، أليس كذلك؟ هذا فظيع للفتيات في هذه المرحلة. تناولي الشوفان يا ناومي. لا أظن بأني سأقدر على تناوله، يشبه العجينة السميكة. لما حياتي فظيعة هكذا؟ لا لم، حان وقت تناول الطعام سرا. سنحضر نباتا في أصيص ونزيل الوعاء الداخلي ونضع النبات بهذه الطريقة، ثم نستخدم الشفرة لقص الجزء السفلي إلى نصفين. وبعد ذلك نقص الجزء السفلي من وعاء الفشار. سنستخدم مسدس الغراء الساخن لمساعدة الأزهار على الالتصاق. أتذكرون الوعاء؟ ضعوا به بعض السكاكر ونضع النبات فوقها مباشرة ونملأ المكان الفارغ بالتراب. وهكذا لن يلاحظها أحد. والآن عندما تكون أمك بعيدة تتناولين القليل من الحلوى. يفضل أن تتناوليها بسرعة. لن يضر أمي ما لا تعرف. إنها قادمة. شهي جداً. أترين يا أمي؟ أتناول الشوفان فقط. يسعدني رؤية ذلك يا عزيزتي. استمتعي. إنها أكثر سذاجة مما ظننت. سأعود الآن إلى الحلوى. هذا هو إفطار الأبطال. هل تعتقدون أنكم تعرفون أفضل طريقة لتناول طعام خلسة؟ احرصوا على مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتناول الطعام معا. هل شاهدت؟ حسناً وأخيراً امتد رسع، متحمسة للذهاب إلى المنزل. كان يوماً طويلاً. هي هي انظر إلى هذا، هل ترى ما أراه؟ أجل لا أصدق أنها ما زالت تحمل ذاك الشيء. ها؟ لا يهم، مجرد لئيمين لا أكترث لما يقولان. حسناً هل معك أي أطعمة أو مشروبات؟ الطابور أمام الحافلة طويل اليوم. هي أعتقد أنه خطرت لي فكرة. يونغ هو يا إلهي لقد نزع رأسه. هي ماذا فعلتما؟ نزعتما رأس دميتي؟ لم نفعل ذلك عمداً. واو لا أصدق، إنه مليء بالحلوى. حسناً اهدئي انظري، أخذت الدمية ونزعت رأسها فحسب، ثم وضعت وعاء من الحلوى داخل جسمها. أترون؟ وعندما انتهيت وضعت الحلوى داخل الوعاء، ثم وضعت الغطاء لأتمكن من إغلاق الوعاء. أترون؟ طريقة مناسبة، وأصبحت الدمية الآن مليئة بالحلوى. تدا! هل يمكننا الآن تناول بعض من هذه الحلوى؟ طبعاً لدي الكثير منها. استمتعوا بها، سأصعد إلى الحافلة الآن. افتحي حقيبتك من فضلك، يجب أن أتحقق من عدم وجود أي طعام بداخلها. لا أرى شيئاً، يمكنك الصعود إلى الحافلة الآن. هو السائق يراقبنا. الطعام غير مسموح طبعاً. يمكنك الدخول.
مرحبا، توقف. ماذا هناك؟ لا أصدق أن علي توضيح الأمر. الطعام ممنوع. فهمت؟ اذهب الآن. يا له من قانون غبي. مرحبا عزيزتي، أنا سيدة تريد تسمير بشرتها. أوه، تعجبني ملابس السباحة التي ترتدينها، إنها قديمة لكن هذا من لطفك. هاو، والطعام ممنوع. أقنعوني أن هذه الحيلة ستنجح. إنها أفضل فكرة على الإطلاق. حقاً ليس الأمر كما يبدو. عذراً، يجب أن أذهب. لابد أن هناك شيء يمكنني فعله. خطرت لي فكرة باستخدام أنبوب الغطس. سأنزع الجزء العلوي من الأنبوب وأملأه بالحلوى. أنا عبقري، هيا بنا. ليس مجدداً. توقف، هل علي فعل هذا دائماً؟ أو أنت ودودة. حسناً، يمكنك الدخول. حقاً، رائع، نجحت. أعني، يا إلهي إنه ظريف. والآن يمكنني الاستمتاع بيومي لطالما كنت من محبي الغطس. شهية المذاق. مرحبا، أنا مدعوة للحفلة. يمنع إحضار الأطعمة والمشروبات. هول، لكني لا أحمل أي طعام أو شراب. أنت تمضغين علكة، تعتبر طعاما، أبصقيها. هل يمكنني الدخول الآن؟ قفي، يجب أن أفحصك بالجهاز. لا أعرف، تبدين مريبة. أوه، شعرك. يا ويلي يا ويلي. لا أزال غير مطمئن، انتظري هنا، سأعثر الآن على ما تخفينه. حسناً، انتهيت من التفتيش، يمكنك الدخول. أخيراً. أوه، هذه الحفلة رهيبة، وبالطبع أحضرت معي وجبة خفيفة. من السهل تشكيل هذا النوع من الحلوى، لذا وضعتها على أظافر اصطناعية. وبعد الانتهاء من تشكيلها وضعتها على أظافري، حصلت على مانيكير من الحلويات، قطعة حلوى لكل إصبع، وإبهامي طبعاً. انتهيت من أظافري وأصبحت جاهزة للحفلة. حان وقت تناول الحلوى. هل أكلت ظفرها؟ ماذا؟ هذا مقزز، سنغادر المكان. توقف، أتظنني عمياء؟ حاول إخفاءه على الأقل. توقف، ما هذا الزي بالضبط؟ لا يهم، طالما لا تخفي شيئاً. انظر، هنا ممنوع إدخال الطعام والشراب. إذن هيا، أعطيني ما تحمل. فتشيني. حسناً حسناً حسناً، ماذا لدينا هنا؟ ضعه في الصندوق، هيا بسرعة. حسناً، أنت راضية الآن؟ لم ننتهي بعد. أوه، أوه، هذا غير ممكن، إنه رأسك. افتح هذا الشيء من فضلك. حسناً، إن كنت مصرة. لا شيء هنا سوى الدماغ، دماغ وردي لازج. ها هو. يا إلهي. حسناً، لم يعد هناك شيء تقريباً. أحب مذاق الدماغ، طعمه كطعم الدجاج، أتعلمين هذا؟ هل صدقت ذلك فعلاً؟ هل سبق أن استخدمت عجينة الحلوى؟ استخدم عودة طعام لبدء العمل، سأبدأ بالشق الأوسط، ثم استخدم المزيد منها لصنع أشكال متعرجة وأضعها بعدها في الأعلى. يجب أن ألصقها جيداً بالغراء الصالح للأكل. انتهيت،
تبدو شهية بالنسبة لي. هذا مقلب أسطوري للهالوين. حسناً، من التالي؟ افردي ذراعيك. يا إلهي، هذا التفتيش دقيق. ماذا سنفعل بهذه الحلويات؟ يجب أن نخبئها. أنت التالي صح. هل تعبت معي؟ يمكنني رؤية حلواك. أو صحيح، ثانية واحدة. شاهد هذه الخدعة السحرية. يا للروعة، اختفت الحلوى ونقلتها آنيا إلى هناك. واو، كيف فعلت ذلك؟ سلميها لي. مع السلامة. لا أصدق أنك جعلته يصادر حلواي. أجل، لكن انظري، تمكنت من إدخال حلواي. حلوة الطعام. قف مكانك، ما هذا الشيء؟ إنها كرة الديسكو الجديدة. حسناً، يمكنك الدخول. أو لماذا أحضرت كرة ديسكو أخرى؟ أو إنها ليست كرة ديسكو، سأريكم. أولاً أحضرت ثمرة بطيخ صغيرة ورششتها بطلاء فضي صالح للأكل. حرصت على تغطيتها بالكامل. بعد ذلك أحضرت مربعات قصدير صغيرة وألصقتها على كافة أنحاء القشرة حتى أغطي البطيخ بالكامل. ويا للروعة، النتيجة النهائية. من يريد بعض البطيخ؟ واو، إنها طازجة. يجب أن نحافظ على رطوبة أجسامنا للرقص طوال الليل. توقف، ما الذي تحمله؟ إنها كرة الديسكو الجديدة. أنا عامل الإصلاح. لكن إن كنت أنت عامل الإصلاح. يا لها من غريبة أطوار. هذه مسموح بها في الداخل، أليس كذلك؟ أوه، بالطبع لا. قوانين غبية. مشاهدة ممتعة يا آنسة. التالي. لا شيء معنا، أترى؟ استمتعن. ضعيها هنا، الشراب ممنوع. يمكنك الاستمتاع بها في الخارج، تمام؟ هذا سخيف. البالونات، قد تكون هذه وسيلتي للدخول. فرغ البالون من الهواء وأحضر المشروب المفضل لديك. سنفتح زجاجة الشراب ونسكبها في البالون. سنملأ بالونين بهذه الطريقة ثم سأخفيها. لا يمكن رؤيتها الآن، أليس كذلك؟ أوه، رجل أمن السينما؟ هل بقيت مقاعد فارغة؟ يعجبك قميصي، أليس كذلك؟ أنت جميلة، شكراً. تعجبني هذه الوظيفة. لا أصدق أن حيلتي نجحت. من الجيد أن لدي مصاصات للشرب. تينا؟ ماذا؟ لا أريد أن أعرف حتى. أنا هنا لزيارة صديقتي. انظري لنفسك، أنت متواردة بالحيوية. شكرا لك، أنا في غاية السعادة. هل يمكنني الدخول؟ بالطبع يا عزيزتي، اتجهي للأمام مباشرة. يا إلهي، ماذا؟ أنت ضخمة جدا. في الشهر كام؟ ها ها ها، لما أنت مصدومة هكذا؟ اهدئي، إنها مجرد وجبة خفيفة أخفيها تحت ملابسي. تفضلي. أوه، شكرا، لكن احرصي على إخفائها بحيث لا يراك أحد. لنرى، أين المريض التالي؟ لا تقلقي يا بطل الوجبات الخفيفة، سأحميك. أوه، حتما إنها هي. تعالي معي سيدتي. أوه لا لا، حتما هناك خطأ. أوه، لن ينتهي هذا على خير. آسفة، أعتذر، لم أكن أقصد تدبير مقلب. لم يسبق أن رأيت فحص نار بهذا الشكل. سخيف جدا. هي،
شاي، حلوى مجانية، لا بأس لو أخذتها. حسناً، للتذكير فقط يمنع إدخال الطعام والشراب إلى الحافلة. أجل أجل، فهمنا. تباً. حسناً، بينما هي منشغلة الآن يمكننا تناول وجباتنا الخفيفة. ها؟ ماذا الصوت؟ لم نسمع شيئاً. حسناً، كل شيء على ما يرام. مرحى، انظرنا، وصلت البيتزا خصصنا في الوقت المحدد. وكما قلت، هشم رائحة بيتزا. تذكرت أنه كان عيد ميلادي. أمسكت بكن. هاي، توقفي هنا. ما الذي تحملينه بيديك؟ يمنع إدخال الطعام والشراب. لكن صديقتي تشتاق للوجبات الخفيفة. انظري لهذه الإشارات. يريد الناس دائماً كسر القوانين. ماذا سأفعل الآن بكل هذه الوجبات الخفيفة؟ وجدتها، سأتناولها جميعاً. لا تفوح في الوجبات الخفيفة، طريقة تقليدية للتضليل. أحتاج الآن للسير بطريقة طبيعية وأنا أرتدي. حاضراً. مرحباً، أتيت لزيارة صديقتي. عظيم، تفضلي. ما لم يكن معك أي طعام؟ أولا، الحلوى. وجبات خفيفة، كنت أعرف أنه لا يوثق بك. ليس بهذا المعطف المثير للشبهات. أخرجي، تعرفين القوانين. أواجه يومياً هذا النوع من الأشخاص. سأمشي على رؤوس أصابعي بهدوء قدر الإمكان. لا أرى أي حراس آخرين، وطبيبة نائمة أثناء العمل. تمام، يبدو الطريق آمناً. ما هذا؟ إنذار على الباب. ماذا؟ ماذا يحدث؟ لمن طلق الإنذار؟ لم يخبرني أحد أن الأطباء يتولون الكثير من الأعمال المكتبية. مرحباً، أنا هنا لزيارة صديقتي. رائع، أنت ممتلئة. تفضلي. شكراً جزيلاً. انظروا إلي. لا يهم. فيو، وأخيراً نجحت. هاي، كيف حالك؟ اشتقت إليك. واو، ماذا حدث لك؟ تبدين بجسم ضخم. مهلاً، لحظة، انظري لهذا. ملأت حملة صدري بالكثير من الحلوى. يا إلهي، مستحيل، أعطني إياها. حاضر، تفضلي. ولا تقلقي، أحضرت الكثير منها، حتى أني أحضرت كيساً كبيراً من الشيبس. أفضل صديقة، كنت أشتهي هذا الطعام. شكرا لك. بالطبع، يجب أن أذهب، لكني سأعود لاحقا. شكرا مجددا على الطعام. هذه الموسيقى رائعة. هل أبدل قوائم التشغيل؟ لا، أعرف كيف أقلب الأجواء هنا. بإيقاف الموسيقى. انتظروا. 1، 2، 3. وقت عاصفة الحلوى. هذا كثير من السكر. ألا تقرأين؟ ستضطرون لإدخال الحلوى سرا من الآن فصاعدا. حركات العصا مهمة جدا عند التحويل. جربا. تبا، هذه العصا لا تعمل. لقد أخفقت للمرة الثانية. يجب أن تواصل الممارسة. سأنجح هذه المرة. مذهل، لقد نجحت، فعلتها. صار برجرا حقيقيا. واو، أريد برجرا أيضا. ماذا؟ حصلت على العكس تماماً. يبدو أني لن أحصل على برجر. لحسن الحظ، لدي وجبة احتياطية. تعالي أيتها القلادة، سأتناول القليل منك. هذا أفضل بكثير.
هاي، من أين حصلت على قلادة الحلوى؟ صنعتها بنفسي بكل سهولة، استخدمت حبيبات سكاتوز الملونة. انظر، أترى أن صنعت صوراً أيضاً. تفضل، يمكنك أخذه. حسناً، هذا رائع. شهية جداً. ماذا كنت أقول؟ هاي، هل تأكلان في حصتي؟ الأكل ممنوع. صارت لي قرون. لا، لا أريد أن تخنزير. هكذا ستعلمان الالتزام بالقوانين. هل جاء وقت الغداء؟ تصدر معدتي أصواتا قوية. هل هذه قطعة من الجبن؟ أم أنها سراب؟ تبدو حقيقية. أبعدي مخالبك عن قطعة الجبن يا فتاة. أنا وجدتها أولاً. فأر غبي. هل العشاء قادم؟ هاي أيتها النزيلة، ظننت أنك لن تأتي. ماذا لدينا الليلة؟ دقيق الشوفان تماماً ككل ليلة. سأضع لك ملعقة كبيرة جداً. هاي، سأتناول أي شيء. مالان، هناك صرصار، وهذه ليست إشارة جيدة. صحة وعافية، بروتين إضافي. أمزح فقط. هذا كالسحر، سأخذ القليل من هذا من فضلك. سأهتم بك. ألغيت المهمة؟ ألغيت. دقيق الشوفان ثانية. ها، كيف عرفتي؟ لا، أنت تسيئين إلى الشيف. والآن أين كنت؟ كيف سأشكرك؟ أهلا بالحلوى الصغيرة، شهية المذاق. أراك غدا. ما الذي فعلته ليستحق هذا؟ أنا هنا لزيارة صديقتي. انظري لنفسك، أنت متواردة بالحيوية. شكرا لك، أنا في غاية السعادة. هل يمكنني الدخول؟ بالطبع يا عزيزتي، اتجهي للأمام مباشرة. يا إلهي، ماذا؟ أنت ضخمة جدا، في الشهر كام؟ ها، لما أنت مصدومة هكذا؟ اهدئي، إنها مجرد وجبة خفيفة أخفيها تحت ملابسي. تفضلي. شكرا، لكن احرصي على إخفائها بحيث لا يراك أحد. لنرى، أين المريض التالي؟ لا تقلقي يا بطل الوجبات الخفيفة، سأحميك. حتما إنها هي، تعالي معي سيدتي. لا لا، حتما هناك خطأ. لن ينتهي هذا على خير. لم أكن أقصد تدبير مقلب. لم يسبق أن رأيت فحص سونار بهذا الشكل. سخيف جدا. هاي، حلوى مجانية، لا بأس لو أخذتها. سئمت، هل نسيت تناول الغداء ثانية؟ لحسن الحظ لدي مخبأ سري. هل علي؟ في المرة الماضية وقعت في ورطة. مقرف. أجل، أنت مفصولة. ألم ترتدي ملابسك بعد؟ لا يمكنها رؤية الكيس، أليس كذلك؟ ماذا؟ الآن وإلا فلا. مايكروفوني، سأخبئه هنا. هذه فكرة مخادعة، لكني وجدت الحل. يمكنني إخفاؤه تحت الغطاء. واو، أحبكم جميعا. وقت تناول الحلوى، أحتاج لوحدة فقط. من الأفضل أن أعود لأغنيتي.
قفي هنا، يمنع إدخال الطعام أو الشراب. لا يمكنك أخذ هذه. أجل، قلت لا، سأتناولها جميعا الآن. أترى؟ أنا أكلها كلها. أوه لا، أليس هناك طريقة أخرى؟ لا يمكنني تناول كل هذه الأشياء إلا من هذه؟ أظنها من نجوم الموسيقى، أنت تعرفها أليس كذلك؟ كيف حالك يا فتى؟ لا أعرف. إنها من ملوك الموسيقى، يجب أن تسمح لها بالدخول. أوه أجل، انتظر. أترى؟ إنها هي. أعتقد أني أرى شبها ما. كيف حالك؟ أنت حقا بالي؟ آسف للغاية لأني جعلتك تنتظرين. لا بأس. يا له من غبي، لا أصدق أن خطتي نجحت. سأحتفل طوال الليل يا شباب. لا حاجة لهذه. والآن سأتناول أسهل الوجبات، رقائق الجبن. مالحة بشدة، يجب أن أفعل هذا دائماً.